الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بحالة الطقس المتوقعة خلال ساعات السحور بحول الله، حيث يكون الطقس غائم جزئي مع فرصة لزخات من الأمطار، طقس بارد بشكل لافت 8 درجات مئوية فقط، وبالتالي السحور في الخارج سيكون سيء. الملموسة 8 درجات، الرطوبة 70%، أما الرياح خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد فرصة لزخات من الأمطار 18 إلى 6، عجلون أيضا فرصة لزخات من الأمطار 16 إلى 5، المفرق 19 إلى 8، جرش 18 إلى 6. بالنسبة للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة عمان، طقس غائم جزئي متوقع خلال ساعات نهار يوم غد بإذن الله 16 إلى 9 درجات مئوية، الزرقاء 19 إلى 9، البلقاء 20 إلى 10، مأدبة 19 إلى 10، البحر الميت 26 إلى 17. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، تتفرق بعض الغيوم في عموم تلك المناطق، الكرك 15 إلى 8، الطفيلة 17 إلى 10، معان 18 إلى 10، الشوبك 16 إلى 9، أما العقبة طقس دافئ 26 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويش 23 إلى 10، الصفاوي 22 إلى 8، الأزرق 22 إلى 11. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.